افتتح دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي انطلقت فعاليتها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد جمعة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة وفعاليات تثقيفية مصاحبة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج نهجا عصريا في افتتاح المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ. وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بإنشاء 1150 مدرسة قرآنية وبإعداد 69 مركزا لإعداد محفظ القرآن الكريم، كما انتهت من تشغيل 2500 مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم. وللمزيد من المتابعة حول المسابقة العالمية للقرآن الكريم ينضم إلينا مباشرة مراسل أخبار مصر الزميل وليد هيكل. وليد، بعد التحية، ضعنا في أبرز فعاليات هذه المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنضوي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، بالفعل تحياتي إليك محمد وإلى كل مشاهدي التلفزيون المصري من مقر انعقاد المسابقة العالمية 27 للأوقاف، والتي تأتي بالفعل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. مسابقة مصر بالفعل باتت هي لها الريادة على مستوى دول العالم وأصبحت متميزة عاما بعد عام. انتهت بالفعل محمد منذ ما يقرب من الساعتين أعمال الجلسة الافتتاحية لهذه المسابقة، وبالفعل بدأ الآن انعقاد الجلسة الخاصة بالتسابق بين المتنافسين، والذي جاء بالخبر أنهم جاءوا من 85 متسابق من 65 دولة. لكن عن جديد هذا العام وجديد مسابقة هذا العام ينضم معنا الآن مباشرة من مقر انعقاد التسابق معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ماذا عن جديد مسابقة هذا العام؟ هذا أولا. ثانيا، مسابقة مصر وما يميزها دونا عن باقي المسابقات الدولية للقرآن الكريم؟ أولا الحمد لله رب العالمين، كما ذكرت الأعداد تتزايد مما يعكس الثقة والحرص على المشاركة في مسابقة مصر عالمية. فمن يفوز في مسابقة مصر عالمية له مذاق خاص ولها مذاق خاص. عدد المتسابقين وصل لأول مرة كما ذكرت إلى 85 متسابقا من 65 دولة، أمر هام جدا حقيقة. تكاد تكون لا توجد مسابقة في العالم يكون التحكيم فيها إلكترونيا وشفاف، وتعلن النتيجة سؤالا بسؤال ومتسابقا بمتسابق بمنتهى الشفافية. ونحن نحرص على أن يأخذ كل متسابق حقه كاملا دون أي تدخل مع المحكمين، لدينا عدد من المحكمين الدوليين على رأسهم فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقاهي المصرية، ولدينا أيضا أحد أئمة الحرم النبوي الشريف. والحقيقة عندما تواصلنا مع أشقائنا، وأنا بوجه كل الشكر لفضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي، قال أنا حرصت على أن أرشح واحدا من أفضل الأئمة لوزن مصر وثقل مصر وأهمية مصر ومسابقة مصر، رشحنا أحد أئمة الحرم النبوي الشريف الحقيقة مع نخبة من المحكمين من مختلف دول العالم. هناك أيضا بنركز على فهم مقاصد القرآن الكريم، وهناك أيضا محكمون من داخل مصر من أساتذة التفسير وعلوم القرآن ومن العالم للتحكيم في جزء فهم المقاصد. خصصنا جزءا للدول الأفريقية فرعا بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وحضر متسابقون من 30 دولة أفريقية. أنا الرسالة اللي بوجهها الحقيقة القاعة يعني وهذه الاحتشاد والدولة المصرية ودعوة وكيل أول مجلس النواب للتكريم المشاركين والمتسابقين والمحكمين في البرلمان، وزي ما كانت رعاية سيادة الرئيس لهذه المسابقة رسالة بأن مصر تحرص على ثوابت دينها، وكما أكدت قضية الثوابت لا نزاع فيها، وكما قلت بلد يؤكد رئيسه أنه لا مساس بالثوابت لا يزيد عليه أحد، ولكننا نحتاج إعمال العقل في فهم النص. وهذا إن شاء الله ما سيأتي في محاضرات مهمة جدا. المحاضرة عندنا بماذا؟ في عدد من المحاضرات الثقافية على هامش المحاضرة بإذن الله تعالى إن شاء الله. تمام.
كل الشكر لك دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وبالفعل نرجع إليكم في الاستوديو الآن، وكانت هذه لمحة عن جديد هذا العام لمسابقة الأوقاف الدولية 27 لحفظ القرآن الكريم. زميلي وليد هيكل مراسل أخبار مصر كنت معنا من مقر الاحتفال، لك جزيل الشكر.